ما حكم السمسرة؟ السمسرة لو كانت فيها بيان ووضوح فلا بأس بها. تبين انت مثلا بايع، ما تبيع انت، البيع هو ده الحرام، انت سمسار. سمسار ده بقول للبايع مثلا في سيارة، بايعنا انت، يكلمك البايع يقول لك سيارتي معروضة، شوف زبون، تكلم الزبون تقول له في سيارة، ويجي يجلس مع البايع رأسا، يتبايعوا بعد ذاك يكون لك نصيب من هذا ونصيب من هذا، ما في بأس، ما فيها مشكلة. لكن ما تكون أنت البايع، تمشي أنت السمسار تقول عندي سيارة بايع، ما شاء الله سيارتك بكم؟ بكذا، وتبيع وتخلص البيع وتستلم، وبعد ذاك تمشي لذاك تشتري منه وتستلم وتاخذ الفائدة بتاعتك، وتشيل السيارة ترجعها للراجل ذاك، هذا حرام، هذا بيع ما لا يملك. أما السمسار فهو واسطة يدل المشتري على السلعة، يدل المشتري على مكان السلعة وعلى سعرها، ويجلس المشتري مع صاحب السلعة فيتبايعان، وبعد ذاك يكون لشنو؟ للسمسار نصيب من هذا ومن هذا، أو من واحد منهم، ما في مشكلة ثانية. هذا توكيل، يختلف من السمسرة، في فرق بين السمسرة والتوكيل. التوكيل التفويض، يفوضك إنسان على البيع، يقول لك عندي الدار دي بيت، أمشي بيعه، أنا عارض البيت بتاعي ده مثلا بمليون جنيه، أمشي بيع، أنت بعته بمليون ونص، ما في بأس، يفوضك تبيع بالمليون، بعد ذاك اللي بيزيد حقك، لكن لابد يكون في تفويض. والتفويض ده بتأمن به شنو؟ انه ما يكون انت بعد ما بعته يكون هو باع به هناك، يديك تفويض على البيع. ايا كان، ايا كان لفظي او كتابي، لكن يكون عندك تفويض، حتى هو لو جاء زول يبيع يقول له والله انا وكلت زول يبيع خلاص انا ما حبيعته. لاحظ التفويض بيكون تفويض كامل، ما يكون يقول لك فوضتك انت وفوضت ده وفوضت ده، لو مشوا باعوا كلهم، طيب انا حد منو فيهم؟ التوكيل كالتفويض، فوض الانسان انه يبيع. طيب يا شيخ لو شغلت في محل وحطيتك سعر معين، انت عملت زياده وديت السعر ده والزياده شلتها، عشان كده ما ده توكيل ما كامل. انت دائما لو قدرت تعمل توكيل للبيع مع ناس، تعمل توكيل كامل كامل، هو بكون عارف السعر وعارف انه البضاعه دي عندك ولا ما عندك، انت موكل بقول له بيع يا زول بيع، بعد ذاك ثاني هو لو مشى باع وجا لقى البضاعة انت ما عندك، يبقى في خلل في توكيلك انت ذاته. توكيل لابد تضمن له انه البضاعة موجودة، وانه السعر هو السعر اللي انت قلته له، ما في زيادة.